السلام عليكم خوتي المغاربه اخواتاتي المغربيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حلقه مهمه خاص. انا اليوم كنتواجد امام مرايا يعني السفاره ديال المغرب ديال دوله البنان في دوله كندا. دونك اليوم شفنا خوتنا الشعب الحر الجزائري كيفاش خرج كيندد بالفساد، كيفاش خرج كيقول لهم تنحاو كاع، يعني كيطالب ما قال لهم يعني ما جايينش يديروا مناسبه فبراير، ما جايين زعما يديروا يحتفلوا، جايين يقولوا للمفسدين والجلادين والجميع الناس اللي الحكام الفاسدين يعني باي باي بسلام عليكم، بغاو التغيير، بغاو شي حاجه اخرى، ما بغاوش دوله العسكر، بغاو دوله مدنيه. حنا اليوم تنقولوا لهم، تنقولوا لمحمد السادس هنا، تنقولوا ابا لا ديكتاتور، لتسقط الديكتاتوريه، لتسقط الديكتاتوريه، لتسقط الديكتاتوريه. هنا عندنا، هنا بغينا المحاكمه ديال الجلادين، هنا كما كتشوفوا الخوت، هنا يجب محاكمه الجلاد والمخرج للبورنو عبد اللطيف الحموشي ومنير المجيدي وكذلك الملك محمد السادس. كلشي خاصو يجي للمحاسبه والمساءله. ما يمكنش الشعب المغربي كيتقهر، ما فيه الجوع، الناس كتموت بالجوع، الناس ما عندهاش فين تخدم، الناس كتموت في غرقه. وما يمكنش ان الملك يبقى مخبي، ان الجلادين، ان الجلاد عبد اللطيف الحموشي كيعذب الشعب ديال المغربي، وان الملك يبقى ساكت. ما يمكنش، خاصو يجي للمساءله والمحاكمه. ما يمكنش ان الجلاد عبد اللطيف الحموشي يبقى يكمل في الاخراج ديال البورنو ديالو. وهنا عندنا واحد حاجه اخرى واللي هي مهمه، وان الشعب المغربي كامل باغي يعرف، كل شيء باغي يعرف، اين هي الاميره سلمى؟ اين هي الاميره سلمى؟ اوي لا برينسيس سلمى؟ اوي لا برينسيس سلمى؟ فوالا الاميره سلمى، لا برينسيس كي ا ديسباري دوبوي دي زاني. On veut savoir où est la princesse Salma. Alors, هنا الشعب المغربي باغي يعرف فين هي الأميرة سلمى المختفية، طليقة الملك محمد السادس المختفية. بغينا نعرفوا أين هي الأميرة سلمى، بغينا نعرفوها، وهذا الشيء غادي نرفعوه، وكنطلب من جميع المغاربة أحرار، أي واحد في أي دولة كيتواجد، ولو الأمر حاجة بسيطة، أنه يمشي أمام السفارة ديال المغرب، ديال دولة البنان، ويعلن على لتسقط الديكتاتورية. والهاشتاغ اين هي الاميره سلمى؟ وي لا برينسيس سلمى؟ وير از برينسيس سلمى؟ هذا الشيء اي مغربي حر يمكن له يعبر، ما نتسناوش نجمعوا كاملين ولا شي حاجه، اي مغربي حر يمكن له الثوره كتبدا من هذا الشيء، هذا التغيير كيبدا من هنا بالافعال، ماشي غير بقاو جالسين مر لورديناتور وكنهضروا بالافعال. شعارنا لتسقط الديكتاتوريه، لتسقط الديكتاتورية، أبا لا ديكتاتور. فوالا، بغينا الحوايج يتحركوا، بغينا المسؤولين، بغينا الجلادين، بغينا الجلاد عبد اللطيف الحموشي اللي كيعذب أولاد الشعب يدوز للمحاكمة، يتحاكم. بغينا المخرج ديال البورنو عبد اللطيف الحموشي اللي كيصور، ما شفناش في شي دولة كتصور أولادها، كتصور الشعب المغربي الأحرار، صحفيين، حقوقيين، اي واحد كيطالب بالحق ديالو، اي واحد كيندد بالفساد، كينوض كيتصور له فيلم وكيدار له فيلم ديال البورنو وكيبدا يتبتز به. هذا الشيء ستوب، هذا الشيء محمد السادس هو المسؤول على هذا الشيء. وهنا الخوت الشعب المغربي، انا كننادي الاحرار، الاحرار، الاحرار والحرائر، الاحرار والحرائر. شوفوا حتى حاجه ما صعيبه، راه شوفوا هذا القمع اللي كنعيشوا فيه وهذه الحقره اللي كيعيش فيها الشعب المغربي، راه باش غادي تحيد هي خاص الشعب، الشعب ثم الشعب يتحد. وكما قلت لكم الشعب، انتم شفتوا خوتنا في الجزائر، الشعب الاحرار، الناس الاحرار كيفاش خرجوا، كترهب اي شعب ديما اكبر من الملك، ماشي الملك هو اللي كيحكم، الشعب اللي خاصو يحكم، الشعب اللي خاصو يحكم. وهنا الخوت راه خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، راه صعيب غير لو بروميي با، راه حتى حاجه ما صعيبه، صعيب هي ديك الحركه الاولى، الحركه الاولى، من بعد كل شيء غادي يكون سهل. وهنا الا اتحدنا غادي نتحرروا، وغادي نتحرروا من العبوديه، غادي نتحرروا من الطغيان، غادي نتحرروا من الحقره، وغادي نعاونوا خوتنا. وهنا اناشد، واناشد جميع الاحرار والحرائر
انهم يكونوا يعني اي واحد يمكن له يدير راك لك تمشي بوحديتك امام السفاره، ولكن راها خطوه كبيره وكبيره وكبيره، ماشي بحال تبقى جالس غير مور البيسي ديالك. خاصنا خوت نخرجوا للميدان، واخا عرف الواحد يخرج بوحديته، واخا عرف الواحد العائله تطلع للسطح ديالها وتندد، المهم كتكون بدات شي حاجه. خاصكم تنددوا، خاص الشعب المغربي اللي حاس بشي حقره يندد بها. من هنا انا كندد بهاد الاشخاص هادو، هو المحاكمه ديال عبد اللطيف الحموشي الجلاد ومخرج البورنو، المحاكمه ديال منير المجيدي، محاكمه والمحاسبه ديال الملك محمد السادس، خاصو يجي للمساءله والمحاسبه. ما يمكنش شي واحد يبقى كيقول يعني انه فوق القانون، انه هو معليش الحساب ومعليش المساءله. وهنا هذا الشعار هذا الخوت، ابا لا ديكتاتور، ابا لا ديكتاتور، لتسقط الديكتاتوريه، لتسقط الديكتاتوريه. وهنا كما كنعاود نقول لكم، خوتنا في الجزائر الشعب، كنهضر على الشعب، قهرهم حكم العسكر، خرجوا كيطالبوا توحدوا الناس، توحدوا وكل شيء. حنا عندنا البنان في المغرب، عندنا البنان موجود، ولكن بغينا الرجال يتحركوا حتى هما، فهمتيني؟ اما هذه الهضره ديال راه كلشي مزيان، كلشي مرتاح، كلشي هادي، الناس كتموت في السبيطارات، الناس كتموت بالبرد، الناس كتموت بالجوع، الناس محكوره. اللي هضر كيترمى به في الحبس، كيتعذب، كيتفبرك له فيلم ديال البورنو. هذا الشيء كنقولوا له ستوب على ديكتاتور، حبس عليا، صافي، سالينا من الديكتاتوريه، لتسقط الديكتاتوريه. خوتي المغاربه، كنتمنى يكون الميساج وصل. انا غنخلي لهم هاد الميساجات هنايا، غادي نعلقهم لهم، ونتمنى من المغاربه، من الاحرار والحرائر، يقوموا بواحد البادره، يبداو يتحركوا، لان خاصنا نبداو حنا نعطيو هذا، حنا خاصنا نعطيو ليكزامبل، حنا خاصنا نطالبوا، نبداو حنا اللي هنايا في خارج يعني خارج ديك الدوله ديال القمع والدوله ديال الاستبداد، على الاقل حنا بعدا نديروا شي باديره ونعاونوا خوتنا. وهنا كنطالبوا بالافراج على جميع المظلومين اللي تفبرك لهم شي فيلم، اللي تفبرك لهم شي ملف، يعني بلا ما غنذكر الاسماء لان الاسماء كاملين، يعني جميع المظلومين، من حراك الريف، من حراك جرادة، من اي حراك، من صحفيين، من يوتيوبرز، من ناس عاديين، من ناس كيطالبوا بالعيش الكريم، من الناس اللي خرجوا مؤخرا في فنيدق، اي واحد مظلوم، اي واحد مقموع في ديك الدوله ديال البنان، كنطالبوا بالافراج الفوري عليهم. وراه ماشي بالخاطر، راه يعني بزز منكم، لانكم ما عندكمش الحق تشدوهم، ما عندكمش الحق تقمعوهم، ماشي كنطالبوكم، يعني كنامروكم، لان الشعب اللي كيهضر، والشعب ملي غادي يوقف هنا فين غادي تعرفوا بالقوه ديال الشعب. الخوت، القوه ديال الشعب كتكمن في الاتحاد قوه، الاتحاد اكثر من الملك، اكثر من هذا، ماشي الملك اللي غيحكم على الشعب فيه 40 مليون اللي غتحكم عليك انت مالك، واللي غتحكم على كاع المفسدين. هنا خاص الدوله تتحرك، خاص الملك يجاوب، خاص الملك محمد السادس المسؤوليه ديالو خاصو يجاوب، الجلادين خاصهم يدوزوا للمحاكمه، الملك محمد السادس خاصو يدوز للمساءله، هذا الشيء خاص توقف له حد. خوتي المغاربه، نتمنى يكون الميساج وصل، وهنا غادي نخليو لهم هذه في هاد السفاره ديال مملكه البنان، وغادي نتحركوا. كما شفتوا اخوتي، هذه هي البادره اللي كنت درت، هذه هي يعني اللي كنتمنى من اي مغربي حر يمشي امام السفاره، كما قلت لكم، بوحدو مع من ما كان، اوموان بعدا ولو كان لوحدو، ولا بد يندد، يدير شي حاجه، يهضر، يعني لان خوتنا، باش نقول لكم نكونوا واقعيين، راه المملكه المغربيه، راه ديك مملكه البنان، راه المملكه ديال التعذيب والبورنو، راه ما يمكنش يكونوا كيبغيو الشعب المغربي، راه من المستحيل، راه كتبان لي انا على ان الدوله، على ان الملك، على ان السيستم ديال المغرب، راه كيكره الشعب المغربي، راه بزاف 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 بزاف، يعني كيكره الشعب المغربي، لان ما يمكنش دير للشعب المغربي هذا الشيء كامل، ما يمكنش تصور عباد الله في بيت الناس، ما يمكنش تفبرك الملفات، ما يمكنش تفبرك الصور البورنوغرافيه والفيديوهات البورنوغرافيه، راه من المستحيل في دوله اللي كتقول على انها دوله امير المؤمنين.
كي ما انا اللي كيجيني يعني راه واحد الوقيته ما يمكنش يعني بالعقل ما كيتقبلهاش، يعني اللي كيبان والواقع على ان الملك محمد السادس كيكره المغاربه، كيكره المغاربه وحاقد عليهم وكيعذبهم كيجلدهم كيدير كلشي، والمغاربه كتستنجد به وشحال من مره كيستنجدوا به المغاربه السجانه هذا، والو ما كيتحركش ما كيتحركش. اذا ما غنستنجدو حتى شي واحد، غنستنجدو بالشعب المغربي. الشعب المغربي غادي يحيد كلشي هاد الناس هادو، الشعب المغربي ملي غادي يوقف وقفه غادي يهرس كلشي اللي قدامه، يعني غادي يطالب بالديمقراطيه بالمساءله بالمحاكمه. محمد السادس خاصو يجي للمساءله والمحاسبه والمحاكمه. اذا فين كان في هاد المده كامله اللي كنهضروا واللي كان الناس كتظلم والناس كتقمع والناس كتسجن والناس كتفرع وهذا وما كاين والو. وباش نختم معكم الخوت، راكم شفتوا خير دليل هو الجزائر. الجزائر راه ملي خرج الشعب خرجوا كلشي، الناس قبل بعد ما يخرجوا يعني خرجوا المعتقلين، حلوا الحكومه حلوا البرلمان تحلوا بزاف الوزارات، والناس مازال كتطالب بالديمقراطيه. هنا اخوتي المغاربه نوصل واحد الميساج لعبد اللطيف الحموشي، الجلاد عبد اللطيف الحموشي والمجرم عبد اللطيف الحموشي، هو المخرج ديال الافلام البورنوغرافيه، لان هادشي بزاف ديال الافلام البورنو. اي واحد دابا كان في بركولي في ملف ديال البورنو هادشي بزاف. تنقول لك عبد اللطيف الحموشي بما انك مهووس بالشهره وبالكتب، انا كنوعدك عبد اللطيف الحموشي كنوعدك وعد ديال الرجال الاحرار، ان الاسم ديالك ديال عبد اللطيف الحموشي، هادشي ديال الاخراج ديالك ديال البورنو وهذا الاجرام ديالك ديال التعذيب، غادي نراسل جميع المخابرات ديال دول العالم. كنقولها لك واش نعاود ناكدها، جميع رؤساء الدول العالم الديمقراطيه اللي كتحسن من نفسها، جميع رؤساء الدول الديمقراطيه، جميع المخابرات يعني المديرين ديال المخابرات الدوليه الداخليه والخارجيه ديال جميع الدول الديمقراطيه، غادي عندي تقرير عليك فيه كلشي ما عرضتي عليه المواطنين للتعذيب، وفيه كل شيء ديال الفبركه ديال الملفات ديال البورنوغرافيا، الفيديوهات والصور المفبركه ديال البورنو، غادا توصل لجميع رؤساء الدول وغادا توصل لجميع المديرين ديال المخابرات الداخليه والخارجيه، باش يعرفوا على انك مخرج للبورنو وعلى انك مجرم جلاد. هذه معروفه، ولكن اللي زاد عليها جديد هو انك منتج ومخرج ديال الافلام البورنوغرافيه، واللي خاصهم يفهموها هو انك كتلفق التهم. وصلتي تلفق مؤخرا لفقتي ما تلفق لمحمد هاجي، يعني صفت الانتربول على اساس انه طالب له 20 عام ديال الحبس، والحمد لله اللي ان كاين قانون وتم تشطيب على الاسم ديالو، وكانت صفعه ليك وصفعه للكذوب ديالك. وهذه هادشي هذا غادي يعرفوه جميع مخابرات الدول ديال الدول الديمقراطيه كاملين. كما قلت لك الاسم ديالك غادي نوصلو لهم، غنوصل لهم التقرير ديالك كامل اللي عليك كامل غنوصلو لهم. فوالا، وهنا كنقول للملك محمد السادس، انت غادي يجي الدور عليك اللي غادي تجي للمساءله والمحاسبه والمحاكمه. راه ما يمكنش تبقى مخبي، ابقى مخبي دير اللي عجبك دابا. يعني خاصك تكون فاهم واحد الحاجه، خاصك تكون فاهم واحد الحاجه، لانك عندي عليك جميع الدلائل على انك عارف كل شيء، على انك يعني كاينين الدلائل اللي كتثبت انك كلفتي وزير الداخليه ديالك، كلفتي المدير ديال التشريفات الملكيه والاوسمه، كلفتي عده ناس اللي كيهضروا بالاسم ديالك. ديك الساعه يا غادي تجي غادي نجيبوك كشهيد، غادي تجي تشهد، وغادي تجي في ملف اللي غادي تجي فيه المساءله والمحاسبه، باش نكونوا واقعيين، باش ما نبقاوش نتخباو. وانت الملك محمد السادس راك اعترفتي بالتعذيب، راك اعترفتي بالتعذيب باش كنت رفعت الدعوه على عبد اللطيف الحموشي باش توقفت العلاقات بسبب الدعوه ديال توقفت العلاقات مده سنه ما بين المغرب وفرنسا. ديك الساعه عيطتو على نافي بيلاي لا هو كوميسار دي ناسيون زوني، وقلتي ليها tu as reconnu la torture au Maroc، tu as reconnu qu'il existe des cas isolés de torture، دونك كاين التعذيب، اعترفتي به، اعترفتي به، ولحد الان ما حاسبتي حتى شي جلاد وما نصفتي حتى شي واحد تعذب. هنا اخوتي المغاربه، السجناء اللي في السجون والناس اللي مقموعين راه ما عمرهم غادي يخرجوا الا ما الشعب ما وقف وقفه وحده. ولا بغيتو تتذكروا رجعوا ل 2011 20 فبراير وشوفوا شنو كان وقع. حتى خرج الشعب، حتى الشعب هضر، الشعب اللي كيزعزع الملكيه، الشعب اللي كيزعزع العرش ديالهم، الشعب اللي كيدير شي حاجه. الا ما تحركناش
والله لا تحرك هاد شي حاجه في هاد الدوله. خوتي نتمنى الميساج يكون واصل، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. موعدنا في نهايه الاسبوع. السلام عليكم.